صراحة سعد ما تيفارقنيش في لي كونسير اللي تندير. سعد هو مثابة يعني العراب ديالي، يعني هو كان معايا في البداية ديالي ولحد الساعة باقي، يعني لحد الساعة الأغاني اللي تنقدم واللي تنخدم عليهم تيكون هو في الإشراف، يعني تنسمعو الأغنية تيعطيني النصائح، ما تيبقاش عليا بالنصائح ديالو. فضروري في أي كونسير خاصني نغني أغنية ليه، يعني تكريما ليه وعلى يعني الحب ديالو للفن. ان شاء الله غادي يكونوا اغاني ان شاء الله اللي على شكل سينجل، اغاني اللي غيكونوا صيفيين ان شاء الله، ممكن تكون اغنيه سينجل بلهجه اخرى ماشي مغربيه. وان شاء الله حنا في طور تحضير الالبوم ديالي اللي غادي يكون ان شاء الله نصه مغربي ونصه بلهجه ثانيه. ان شاء الله كنتمنى انه ينال الاعجاب ديال الجمهور المغربي والجمهور العربي، بحكم انه الحمد لله يعني اكتسبت الحمد لله قاعده جماهيريه في المغرب وداخل وخارج المغرب الحمد لله. فكنتمنى ان شاء الله الاعمال الجايه ينال الاعجاب ديال الجمهور.